بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو. في الجزء الثاني من حلقتنا هيكون معانا النجم رضا عبد العال، طبعا المحلل الرئيسي لقناة تن والبرنامج البريمو. كلام كتير جدا جدا عن مباراة الزمالك مع بيراميدز اللي فاز فيها نادي الزمالك واللي انتهت من شوية بهدفين مقابل لا شيء، سجلهم مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو اللاعب البديل اللي نزل في الشوط الثاني. نادي الزمالك بيرفع رصيده الى 48 نقطة، بينفرد بصدارة المركز الثاني، وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 45 نقطة. مباراة كانت مهمة جدا لنادي الزمالك، فوز مهم جدا لنادي الزمالك بقيادة كارتيرون المدير الفني الفرنسي لسببين. السبب الأول هو عودة نادي الزمالك مرة تانية إلى الانتصارات بعد الهزيمة أو الخسارة من المقاولون العرب في المباراة الأخيرة أو المباراة السابقة، وكمان في إطار الاستعدادات، وده اللي يهمنا، استعدادات نادي الزمالك إلى مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا اللي المفروض هتكون يوم 25 سبتمبر الجاري. نادي الزمالك النهاردة يمكن قدم مباراة طيبة بعد بعض الشيء رغم الغيابات اللي كانت موجودة، ساعدوا على دوت كمان تراجع فريق بيراميدز. كان في يمكن سيطرة لفريق نادي الزمالك في بعض فترات المباراة، في الشوط الثاني قدر النادي بيراميدز ان هو يستحوذ على الكرة لكن بلا خطورة حقيقية. يمكن كانت في كرة في العارضة اعتقد لمحمد فاروق، كمان الفار احتسب ركلة جزاء لنادي بيراميدز اهدرها محمد فاروق لاعب الفريق، ده ادى فرصة لنادي الزمالك ان هو بعد طبعا تسجيل الهدف الاول في الشوط الاول ان هو يضيف الهدف الثاني من خلال كابونجو كاسونجو لاعب نادي الزمالك او مهاجم نادي الزمالك. كلام كتير جدا جدا عن مباراة الزمالك وبيراميدز، عن أزمة محمود عبد المنعم كهربا، عن مباراة بكرة الأهلي مع وادي دجلة، ده هيكون في الفقرة الثانية مع الكابتن رضا عبد العال. عندنا برضو كلام ومتابعات خاصة بأزمة محمود عبد المنعم كهربا مع محمد الشناوي اللي يمكن كانت امبارح واللي أحدثت ضجة كبيرة جدا جدا في الوسط الرياضي وداخل النادي الأهلي، في تطورات جديدة هنتابعها مع بعض. لكن قبل ما نتكلم في أي حاجة وقبل ما نتكلم في نتائج الدوري، امبارح كان معانا إبراهيم سعيد، تعالوا نشوف قال إيه ونرجع نكمل مع بعض. الأزمات دي مش دلوقتي بس، يمكن مع السوشيال ميديا ومع بدأت تظهر التفتح فابتدت تظهر. يعني عايز أقول لك حاجة، أنا واحد من الناس مستغرب إن في الفترة الأخيرة ابتدت حاجات كتيرة جدا تظهر من داخل النادي الأهلي حتى في اللعيبة. يعني انت كنت بالك كان في مشاكل، يعني كنا الاول بنقول في نادي الزمالك عارف مليان مشاكل دلوقتي في الفترة الاخيرة طبعا بص الحياة بتتطور وفي ناس بتتفرج، وفي خد بالك دلوقتي برضو في لعيبة جوه النادي بتوصل، ده شيء طبيعي بس طبعا دلوقتي بقى يوصل اسهل. قصدي كانت ممكن تقدر تتلم، يعني لو داخل النادي الاهلي عايز تتلم كانت تتلمت، بس للاسف هي خد بالك خرجت من جوه، يعني الموضوع خرج من جوه. خلينا نتكلم في النقطه، وعايز ارجع للنقطه اللي انت بتتكلم فيها على موضوع كهربا. كهربا طبعا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا ومن اللعيبه المميزه جدا سواء مع المنتخب او مع الزمالك او حتى لما راح الاهلي، يمكن الاهلي ما ظهرش معاه بشكل يعني بشكل كبير جدا او اوقات كتيره جدا، لان هو دخل نفسه في صراع هو ما حسبهاش صح. ازماته كتيره جدا في النادي الاهلي في الفتره الاخيره. تنصحه يمشي ولا لا؟ بخصوصا كمان ان هو ما كانش موجود في الملعب برضه. كهربا خد يكون في مؤامره، كهربا خد نجوميه برضه خد بالك في النادي الاهلي، يعني برضه خلينا نتكلم بصراحه جمهور النادي يعني الاهلي خطف اضواء كثيره جدا على الناس، دي حقيقه ما حدش ينكرها. سواء المشكله ان هو
خد الاضواء، ودي صعب جدا النادي الاهلي بجماهيره انه يسند لاعب ويبقى موجود معاه بالشكل ده. خد بالك من يعني صعب جدا ان جمهور النادي الاهلي يحصل بالشكل ده معاه، خصوصا كمان ان هو كان في الزمالك وجي من الزمالك للاهلي وكان في الاهلي وراح الزمالك، يعني انت فاهم قصدي، قصه موضوع كبير شويه طول شرحه، وخصوصا كمان ان هو جه في وقت الامال كلها على كهربا، خصوصا في الفتره الاخيره ان انت بعض اللعيبه النجوم ما بقتش كتيره. التفاصيل اللي عندك هو اللي حط نفسه ضغوطات، هو اللي حط الضغوطات على نفسه، هو اللي يعني وصل لمرحله ان هو خد بالك برضو موضوع ان انت بتتمرن ومش مش متواجد في الملعب ده ليه تاثير سلبي بسبب المشكله دي، ممكن تكون بعدت نفسك بنسبه 80% بعيد عن النادي الاهلي. الفرقتين محتاجين المكسب لان هو كل واحد من الفرقتين فرقتين كبار عايزين يبقوا في المركز الثاني عشان المشاركه في بطوله افريقيا السنه الجايه. مش تصرف غير مقبول من مجلس الاداره، وده نتيجه ان مجلس الاداره ملوش علاقه بالكره تماما. حسني من اللعيبه الاسماء الكبيره جدا جوه النادي الاسماعيلي واخلص للمكان اللي متواجد فيه، التعامل بالشكل ده مع نجم كبير بحجم حسني تصرف خطا، ده بان كان يدل ان مجلس الاداره، بكلمك بصراحه انا واحد من الناس لعبت مع النادي الاسماعيلي وده اتشرف، يعني ما عندهمش وعي ويعرف يتعامل مع النجوم، هما واخد عليه ان ممكن يتعامل مع العيال الصغيره او مع الاطفال الصغيره بيسمعوا الكلام، اما ان انت تيجي تتعامل مع حجم باسم مثلا حسني عبرب او اسم كبير، التعامل بالشكل ده خسره كتير جدا. وانا يعني ده نجم، انت اذا كان انت بتعمل كده مع النجم بتاعك اللي هو اخلص لك وكان عنصر اساسي عندك. هيكون معانا كمان تقرير خاص مع النجم حسني عبرب، نجم نادي الإسماعيلي الأسبق، حول أزمته الأخيرة مع إدارة نادي الإسماعيلي ومنعه من دخول استاد الإسماعيلية أثناء مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري. زميلنا أحمد وجيه قدر أن هو يروح له وقال معاه تصريحات مهمة جدا هنعرضها كمان شوية. لكن من امبارح الخبر الأهم والحدث الأهم هو أزمة محمود عبد المنعم كهربا داخل النادي الأهلي، سواء الأزمة الخاصة مع محمد شناوي أو الأزمة الخاصة بتغريمه مليون جنيه، وطبعا التأكيد على أن تغريم المبلغ المليون جنيه دوت أن الحدث كان كبير جدا والأزمة كانت كبيرة جدا. للي ما كانش متابع واللي ما كانش يمكن لسه لغاية دلوقتي ما عندوش تفاصيل أزمة محمود عبد المنعم كهربا، في عجالة شديدة امبارح كان في خناقة كبيرة جدا داخل النادي الأهلي، داخل غرفة خلع الملابس في النادي الأهلي ما بين محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، تطورت بعد كده إلى التشابك وإلى الألفاظ النابية اللي صدرت من محمود عبد المنعم كهربا. على أثرها اتخذ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرار بتغريم اللاعب مليون جنيه، وطبعا قرار آخر بتدريبه منفردا. امبارح كان محمود عبد المنعم كهربا كان رافض التدريب منفردا مع يعني بعد القرار وكان منفعل، وبعد كده رجع للنادي وحاول انه يعتذر. النهارده نزل فيديو كهربا بيعتذر فيه لجماهير النادي الأهلي والمحمد شناوي وللفريق. تعالوا نشوف الفيديو ده وهقول لكم خبر جديد خاص بكهربا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حابب أعتذر لزمايلي وأخواتي والفريق كله، أعتذر لشناوي أخويا الكبير والجهاز الفني من أصغر واحد لأكبر واحد، وأنا متقبل العقوبة، أنا ابن من أبناء النادي وتحت أمرهم في أي وقت، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الفريق باذن الله الماتش الجاي، وان شاء الله كده باذن الله نقدر نفرح الجمهور بالدوري وافريقيا باذن الله، اهم حاجه ان شاء الله افريقيا باذن الله نفرح بها الجمهور كله باذن الله، انا واحد من الجمهور وان شاء الله باذن الله نقدر نفرح. رغم اعتذار كهربا اللي شفتوه من شويه، فكهربا في اتجاه داخل النادي الاهلي لتجميد اللاعب حتى نهايه الموسم وعدم الاستعانه به في المباريات سواء المحلية والإفريقية. في رأيين داخل النادي الأهلي، رأي بيقول إن خلاص اللاعب اعتذر كان منفعل، وبالتالي يعني ممكن يتم الاستعانة به في ظل إن النادي الأهلي في حاجة شديدة إلى الحصول على بطولة إفريقيا
اللي طبعا هيخوض مباراة الوداد المغربي برضو في نفس الفترة في 25 أو 26 سبتمبر الجاري أمام الوداد المغربي. ده رأي أول داخل النادي الأهلي، لكن في رأي تاني بيطالب باستبعاد كهربا حتى نهاية الموسم والبحث عن عرض خارجي دي وإعارته أو بيعه زي ما قلت لكم امبارح. الرأي الثاني اللي الناس شايفاه وهو من داخل لجنة التخطيط شايف أن لا يجوز أبدا ما صدر من كهربا، وشايف كمان الناس أو الاتجاه اللي متبنيه بعض من المسؤولين داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن ما صدر من كهربا عقابه هو الاستبعاد النهائي وبيعه في خلال الفترة اللي جاية. في الخلاف ده لا يزال موجود، الناس شايفة ان لابد طبعا، في البعض زي ما قلت لكم شايف ان لابد من الاستفادة من كهربا في ظل طبعا ان رمضان صبحي ما بقاش موجود، النادي الأهلي صالح جمعة بيتم استبعاده، وهقول لكم سبب استبعاد صالح جمعة من المباراة الخاصة بوادي دجلة اللي هي هتكون بكرة بإذن الله. لكن ده القرار أو الأحداث اللي لغاية دلوقتي موجودة داخل النادي الأهلي. في اتجاه بيقول لابد من تجميد اللاعب حتى نهاية الموسم، واتجاه آخر بيقول إن خلاص الراجل نزل فيديو واعتذر للفريق واعتذر للجماهير. لكن أقول لكم دايما عادة النادي الأهلي إن لما حد بيغلط ولما حد بتصدر منه انفعالات لا تليق باسم النادي الأهلي ولا تليق بمبادئ النادي الأهلي حسب ما بيتم الإعلان عنها من قبل مسؤوليه، إن النهاردة أي لاعب لما بيصدر منه التصرفات لا تليق بالنادي الأهلي ما بيكونش موجود داخل القلعة الحمراء. والأمثلة كتير، والأمثلة السابقة يمكن اتكلمنا عن جزء منها امبارح، زي عصام الحضري، زي حسام حسن، زي أسماء كانت موجودة، زي عبد الله السعيد اللي كان وقع لنادي الزمالك وهو السبب الرئيسي في رفض أحمد فتحي للاستمرار داخل النادي الأهلي، لأنه عارف كويس جدا أنه خلاص طالما وقع لنادي بيراميدز وحصل على مقدم تعاقد فلن يستمر داخل النادي الأهلي ولا يجوز أن يتراجع عن اتفاقه مع نادي بيراميدز. وبالتالي الاتجاه الأقرب هو تجميد كهربا وبيعه أو إعارته بعد نهاية الموسم الجاري. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، أنهي فريق اللي هيقدر إن هو يقنع يعني الآخر، لأن محدش يجي يطلع يقول لي إن فايلر هو صاحب القرار الأول والأخير داخل النادي الأهلي. صاحب القرار الأول والأخير فيما يخص كهربا هو محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، واللي كان متواجد النهاردة وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. كون ان الخطيب يتواجد النهاردة بعد الأزمة دي، الأزمة الكبيرة ديت، فده بيأكد لك ان في قرار مهم جدا سيتم بقى هنتابعه خلال الفترة اللي جاية، هيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة. وده وزي ما انتم شايفين كده يعني ما كانتش بتحصل ان رئيس النادي كابتن محمود الخطيب ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط وطبعا بجوارهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، القعدة دي ما حصلتش داخل النادي الأهلي بالأسماء الكبيرة اللي بقولها لكم ديت إلا لما يكون في أزمة كبيرة جدا حصلت داخل الفريق كان سببها محمود عبد المنعم كهربا، وبالتالي الأمور داخل النادي الأهلي ما بتمرش بسهولة زي ما البعض ممكن يتصور أو يتخيل.
ده فيما يخص طبعا النادي الاهلي. كمان رفض فكره تخفيض الغرامه الماليه الخاصه بكهربا، وبالتالي واللاعب قال ان هو هيخضع للتدريب المنفرد. البعض من المقربين لكهربا هم اللي طلبوه بالفيديو اللي حضراتكم شفتوه، واتقال له تحديدا انت عملت مشكله في الزمالك، مشكله مشابهه، وفي نفس الوقت بتعمل مشكله في النادي الاهلي. وعلى فكره بالمناسبه اثناء الحوار والخناقه احد المسؤولين في النادي الاهلي قال للكهرباء الكلام ده تعمله هناك ما تعملوش هنا في النادي الاهلي. تاني احد المسؤولين في النادي الاهلي، المسؤولين الكبار، قال للكهرباء الكلام ده تعمله هناك ما تعملوش في النادي الاهلي. خلينا ناخد النجم كابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الاهلي الاسبق ومحلل البريمو. كابتن مجدي برحب بيك. اهلا بيك يا اسلام، ازيك كابتن مجدي؟ يعني طبعا عندنا طبعا مباراه الزمالك وبيراميدز اللي خلصت من شويه، وبالتالي يهمني جدا ان انا اخد راي حضرتك لو تابعت المباراه. انا اتفرجت في الحقيقه على الماتش. طبعا عايز اقول ان الزمالك النهارده لعب مباراه هايله جدا. قدر يعني كالتيرون قدر ان هو الى حد ما يوقف مفاتيح لعب فريق بيراميدز. عبد الله السعيد غياب وفارق جدا 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 مع فريق نادي بيراميدز النهارده. مفيش العقل المفكر او الكابتن بتاع الفرقه. يعني نادي الزمالك قدر يستغل الـ 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 الفرص اللي جات له وجاب هدفين. نادي بيراميدز جات له ضربه جزاء اعتقد انها لو جت كان ممكن انها ممكن يعني تغير من شكل المباراه او تغير من شكل المباراه او من معنويات اللعيبه داخل الملعب. طيب هل انت مقتنع بالبينالتي ديت؟ علشان يعني كان في جدال كبير يعني في الكواليس عندنا هنعرضها كمان شويه ما بيني وبين كابتن رضا. يعني كابتن رضا كان شايف ان هي ضربه جزاء، انا كنت شايف ان هي مش ضربه جزاء. انت حضرتك كنت شايفها فعلا انها ضربه جزاء؟ هي بص هي تدي كده وتدي كده. انما طبعا في النهايه بيبقى هو قرار الحكم هو في 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 لعب في يعني في العاب معينه ممكن يتحط الرجل وهو بيشيل الرجل يتشنكل اللعيب. هنا بقى بتبقى لتقدير الحكم وتقدير الفار وتقدير الراجل اللي قاعد على الفار وتقدير الحكم وهو بيتفرج. هل هو بيشيل رجله دي معناها ان هو شنكله، ولا هل هو بيشيل رجله دي ده اصطدام عفوي؟ لكن على اي حال مش قضيه هي بنالتي ولا غير بنالتي، فهي قضيه انها اصلا ما دخلتش، لم تفيد نادي بيراميدز وفرقت كتير. النهارده عبد الله السعيد ما بيلعبش، هو متخصص ضربات الجزاء. لو عبد الله السعيد موجود والكره دي جت جون وتعادل فريق بيراميدز كان ممكن يرفع من روحه المعنويه، كان ممكن يقدر انه يهبط من روحه المعنويه لفريق نادي الزمالك ويقدر انه هو يتقدم، لكن طبعا ضيعها. بصرف النظر بقى نادي الزمالك النهارده بيلعب النهارده اسمه راس حربه نادي الزمالك اسمه محمد مصطفى محمد النهارده بيلعب صح. النهارده بيتواجد صح. النهارده بيبذل مجهود. النهارده انا عايز مصطفى محمد على طول كده. على طول يبقى محطه، على طول يقدر ان هو يوقف الباكين عنهم يتقدموا، على طول يبقى لما فرقته تحتاجه في الدفاع ياخد سبرنت قوي جدا يرجع يدافع. لازم مصطفى ما يبقاش المشكله ان فرقه نادي الزمالك تمشي على سطر وتسيب سطر. واحيانا بتسيب سطرين. فهي دي القضيه. نادي الزمالك مع الفرق الصغيره ما بيعرفش يكسبها، مع الفرق الكبيره بيعمل نتائج كويس. اللعيبه بتبقى مركزه، اللعيبه بتبقى مستعديه نفسيا كويس، اللعيبه بتبقى متمرنه قبل الماتشات القويه ديت كويس، فلياقتهم البدنيه بتبقى كويسه.
قبل المباريات الثانيه دي الخفيفه واضح ان هم بيبقوا مستهترين بايه اللي هي يعني هو بيبقى استعداد نفسي يا كابتن. ما هو ده مهم جدا. مش من ده بقى ما يجيش من المدرب ولا من رئيس النادي ولا من المدير الكوره. من اللاعب نفسه. من اللاعب نفسه. الله ينور عليك. من اللعيب نفسه. اللعيب عايز ال 11 لعيب ولا ال 17 لعيب اللي بينزلوا في السكور يقعدوا مع بعض. عايزين ولا مش عايزين؟ هي دي القضيه. طيب خليني اخد راي حضرتك في ازمه الكهرباء وغرامه المليون جنيه. والنهارده كهرباء نزل فيديو بيعتذر فيه للفريق ولمحمد الشناوي وللجماهير. خليني اسالك السؤال، هل يعني بعد الفيديو اللي صدر من كهرباء واعتذار كهرباء، هل انت شايف ان ممكن يتم العفو عنه داخل النادي الاهلي ويتم الاستعانه به في المباريات وما يتمش بيعه؟ في اتجاهين داخل النادي الاهلي، في اتجاه بيقول ان يتم استبعاده لنهايه الموسم وبيعه بعد كده وعرضه للبيع وسواء للبيع او الاعاره، والاتجاه الثاني شايف ان كهربا طالما اعتذر يبقى بالتالي يتم الاستفاده منه ونتعامل بشكل احترافي في ظل ان النادي الاهلي محتاج جهود كهربا في الفتره الجايه. طيب انا الاول عايز اقول ان انا كان ليا راي اصلا في تعاقد النادي الاهلي مع كهربا، مش الا من كهربا. كهربا اولا انا قريب جدا من كهربا. كهربا اما يعني بيعوز اي استشاره بيكلمني وانا بقولها له بما يرضي الله، بصرف النظر عن انتمائي وبصرف النظر عن يعني ما بقاش عندي حاجه شخصيه، ببقى عايز مصلحته هو ومصلحه انه ما يتمش الايقاف. لو كان كهربا رفع عليا سماعه التليفون وقال لي انا همشي وعايز امشي والقصه والحكايه، كنا دورنا على حاجه قانونيه ممكن انها كانت تخليه يفسخ العقد. لكن طبعا ده منين يا كابتن؟ عايز امشي منين؟ عايز يمشي من نادي الزمالك. من الزمالك عشان الناس ما تتلخبطش بس. لا من نادي الزمالك انت واخد بالك. اللي انا عايز اقوله ان 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 كهربا متخبط. كهربا اللي بيعمله يعني لو فعلا اللي انا قريته ده والالفاظ اللي طلعت من كهربا دي طلعت في حضرة سيد او في وجود سيد عبد الحفيظ او قدام اللعيبة، انا يعني الموضوع لازم يبقى له ابعاد تانية. اللي هي وانا بقول نعم اللي هي ايه الابعاد التانية؟ اللي هي ان لازم النادي ياخد موقف. ايه الموقف؟ ما انا جاي لك بس. انما لو اللي انا قريته واللي سمعته وان يعني ما كانش صحيح يبقى ممكن النادي الاهلي هو كهربا. انا عايز اقول لك هو كهربا لو كان اتصل بيا قلت له دور على الاحتراف، لكن هل كهربا متخيل انه حقق ماديا طموحاته فبالتالي هو بيلعب كوره لانه يعني بيحب الكوره فبيمارسها كده؟ ما ينفعش بقى لا يروح اهلي ولا يروح زمالك. يروح اي نادي صغير يمارس هوايته يلعب كوره، او نادي ملوش جمهور يقعد يقول له انت عملت ده غلط وعملت ده صح، او يهيص ليه او يهيص عليه. انت واخد بالك؟ ده حل من الحلول بالنسبه لكهربا. لكن كهربا حط نفسه في موقف وتحدى نادي وراح النادي المنافس ولم يثبت وجوده او جدارته ودخل في مشاكل الفيفا ومشاكل الغرامات ومشاكل وماتش السوبر واثرت كل ده، اكيد بياثر على معنوياته. وقعدت تتخيل ان لعيب زيه المفروض انه متعود انه بيلعب على طول، راح السعوديه لعب على طول وحقق نجاحات، واخد بالك؟ كان مع نادي الزمالك محقق نجاحات، اما يتنقل للنادي الاهلي المفروض انه حقق نجاحات لكن ما حققهاش، فمأثره عليه نفسيا فبتخليه يتصرف تصرفات مش طبيعيه بتؤدي في النهايه الى انه بيغلط. والغلط ده انا من وجهه نظري النادي الاهلي لازم يقعد مع كهربا قعده فيها نفسيه
يقعد يفهم انت تصرفاتك بتتصرف كده ليه. يعني هم يعني هيقعدوا مع الكهرباء ولا يقعدوا مع صالح جمعه ولا يقعدوا لا صالح جمعه صالح جمعه معروف ولا مين؟ بص ما كل واحد يبقى ملتزم ويبقى واعي ان هو بيعمل صالح جمعه معروف كبير. قصته تفضل. بص صالح جمعه معروفه قصته. صالح جمعه هو السكه دي عجبته. السكه دي مش قادر يسيبها. عنده تفكير في دماغه انه يستغل دلوقتي وجوده هو في الملعب. صالح جمعه الماتش اللي فات مش قادر. مش قادر. الله ما هو كمان ربنا ما بيديش كل حاجه. انت عايز تسهر وعايز تنبسط وعايز تتفسح وعايز تروح وعايز تيجي وتقعد من الصبح وعايز تنزل تلعب كويس. لازم تحرم نفسك يا ابني. هي الكوره علمتنا كده. الكوره هتعاندها تفرمك تجيبك تحتها على طول تقوم لفاك. يا كرة ليه هتلفك تحتها؟ مهما كانت موهبتك ومهما كانت قدراتك مش هتقدر. ما تقدرش تقعد للصبح وتنزل يبقى عندك لياقه بدنيه. انت 10 دقايق ما قدرتش تكملها ولا ربع ساعه ما شفناش منك حاجه. وبعدين عايز افهم هو الفتره اللي فاتت دي ما كانش موجود رجع ليه دلوقتي؟ انا عايز افهم يعني ايه الحكمه. هل هو التزم؟ هل هو بطل انه يعيش حياته اللي هي عجباه دلوقتي اللي هي لا تنطبق مع كره القدم؟ هو تم استبعاده من يعني هو تم استبعاده من قائمه بكره قائمه وادي دجله بسبب الاسباب اللي حضرتك بتقولها ديت اللي هو عدم. ايوه طب هو طب تم استبعاده والاسباب ديت ما بتروحش. طب بيخش ليه؟ يخش ليه؟ ايه الحكمه انه يخش يعني خش المباراه اللي فاتت ليه؟ طيب هل انتظم؟ هل انتظامه استنى؟ هل انتظامه لمده اسبوع ده يخليه يخش؟ ده لو ميسي. لو ميسي وينتظم لمده اسبوع واحد بس وما انا حاطه في الفرقه انت منتظر ايه؟ مفيش كده. ما عمر ده ما كان بيحصل عندنا يعني. انا وبعدين الخطا اللي عمله كهربا هيعاقب عليه ماديا، لكن القضيه هنا مش الماديات فقط. احنا دلوقتي في عالم احتراف. ال احنا مش قادرين يعني. النادي الاهلي قادر يستفيد بكهربا ولا مش هيستفيد بيه؟ يعني هو النهارده جاب وتعاقد معاه لمجرد انه يعني. طب يا كابتن يعني كهربا يقعد ولا يمشي من وجهه نظر مجدي عبد الغني؟ يا يا لا كهربا. يا يقعد يا يمشي. انت شايف بص ازاي؟ بص انا اقول لك انا ما اقدرش احكم دلوقتي كهربا يقعد ولا يمشي. انا ما اعرفش انتظامه ايه. انت مش عايز تزعل كهربا عشان لا عشان قريب ليه؟ لا بالعكس ده انا اقصه طيب. عليه عشان يبقى كويس. انت لا. لو انت لو مسؤول في الاهلي وجالك اللي جالك. انا 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 عايز اقول ايه؟ في في قدامي. يعني انا مثلا لو غلطت انا ما احنا كلنا بنغلط. انا غلطت بره مثلا بس انا عندي ما يشفع لي. هل هو في الفتره اللي فاتت دي من بدايه الموسم لحد دلوقتي من ساعه ما جه لحد دلوقتي هو التزام وانتظام ومستني وغلط الغلطه دي؟ لا لو غلط الغلطه دي نقدر ايه يبقى هي غلطه واحده نقدر ندي له عذره لانه ما بيلعبش لانه 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 انت واخد بالك يا اسلام؟ كابتن هو انت يعني صادفت على مدار تاريخك جوه النادي الاهلي وقعة مماثلة لوقعة كهربا ديت قبل كده ولا لا؟ لا انا يعني انا شفت مثلا لاعب كبير ومش عايز اقول اسماء لان هم دلوقتي لعيبة بطلت وكبرت ماشي مش عايز اقول بتحاول الاعتداء على مدير الكورة. لا ثواني ده انهي في انهي فترة؟ فترة السبعينات اول ما طلعت الفريق الاول اول ما يعني شفت لعيب كبير ايوه كان بيحاول يعتدي على مدير الكره في ذلك التوقيت. ده باللفظ ولا بالايد؟ لا بيحاول انه يعتدي عليه يتخانق معاه وتحاش وحشوه وبتاع مش عارف ايه وبعدوه وبعد كده لم يكن موجود ولعيب كبير واسم كبير وحريف لم يتواجد بعد كده في النادي الاهلي. ده اللي هو مين بقى؟ لا 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 ايه اللي لا؟ لا خلاص بتتكلم واقع. انا بص يا ايوه ما علشان ما دي احنا مواقف الموضوع اتدفن. بص لا 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 انا انا بقول لك انت بتقول لي انت شفت اه انا بقول لك بس انما ما تقعدش تقول لي مين وليه
وازاي الموضوع اتدفن وبقى عظم. فخلاص انا ما ينفعش يعني الواقعه حصلت وقتها وتم استبعاد اللاعب نهائيا بس كده. هو دي المغزى اللي احنا عايزينها. الاسم لا يهمنا في حاجه ولا هو دلوقتي راجل كبر وبطل كوره وخلاص وانتهت قصته. كابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الاهلي الاسبق، طبعا بشكرك شكرا جزيلا. يعني هو انا طبعا عارف اسم اللاعب دوت بس هتاكد اكتر، او النجم الكبير دوت، لان هو نجم فعلا كبير ومدير فني بالمناسبه، واسمه طبعا من اهم الاسماء اللي كانت موجوده في النادي الاهلي وفي الكره المصريه. لكن هتاكد اكتر واقول لكم طبعا فيما يخص اللاعب دوت. لكن خليني طبعا النهارده المقاولون العرب والمصري البورسعيدي، المقاولون العرب كسب 2-0 المصري البورسعيدي. طبعا ازمه كبيره بعد رحيل طارق العاشر، دي هنناقشها مع كابتن رضا عبد العال. نادي مصر تعادل مع حرس الحدود 1-1. طنطا مع الاتحاد السكندري، لكن طبعا في امور كتيره جدا هنتكلم فيها مع النجم رضا عبد العال، وهنشوف تقرير مهم جدا جدا للنجم حسني عبد ربه نجم النادي الاسماعيلي الاسبق بعد الفاصل. فكرة الأكاديمية هي مش موضوع زي ما قلت لك بتفتح فرع ولا اتنين ولا ثلاثة وربح مادي، لا، الهدف الأساسي اللي احنا نفسنا نشوف حسن عبد ربه جديد وأحسن من حسن عبد ربه، هو ده الشعار بتاعنا، كون قيصر جديد. لا أنا ما فيش أي حاجة، وأنا معذرة يعني أنا الموضوع ده قفلته خالص. أنا دلوقتي يعني بدعي ربنا يكرم النادي الإسماعيلي إنه يعدي الكبوة ديت ويعدي إن شاء الله الفترة اللي فاتت ديت. موقف حصل وعدى، وانا الحمد لله ده بيتي وبيت اي اسماعيلاوي. انا يعني النادي الاسماعيلي ملك البلد كلها، مش ملك اشخاص ولا ملك شخص، هو ملك البلد كلها. فالموقف اللي حصل انا ما بردش، الحمد لله الناس هي الحمد لله اللي شافت والناس هي اللي ردت. فانا مش عايز اخش في تفاصيل تاني، خلاص ده موضوع اتقفل واتنسى. خلينا نفكر ايه الطرق اللي احنا باذن المولى اللي ترجع النادي الاسماعيلي تاني ان شاء الله باذن الله. يعني انا سمعت ان الوزير طبعا هيكرم النجوم القدامى، وكمان بجانب الموقف ده كابتن معلش عايز ارجعه، ده هيخليك عندك الحافز الاكتر ان انت تكون موجود الانتخابات الجايه على رئاسه نادي الاسماعيلي؟ ما فيش حاجه اسمها موقف او حاجه هي اللي بتغير، لا بالعكس. انا بشوف ان النادي الاسماعيلي محتاج تكاتف الجميع. موقف ممكن حصل تبني عليه حاجات كتير، الناس تشوف ان ده موقف احنا محتاجين كلنا نرجع تاني نبقى حوالين النادي الاسماعيلي، مش لازم تبقى جوه النادي عشان تبقى بتدعم النادي، دعمه انت في اي مكان بس بكلمه كويسه بطريقه، وهو ده اللي احنا بنطلبه من الناس، اللي الناس كلها تبقى متواجده في النادي الاسماعيلي. كان في اتصال بيني وبين سياده الوزير طبعا امبارح، وهو طبعا مشغول طبعا في كره اليد دلوقتي، وان شاء الله انا واخد وعد منه باذن الله في اقرب وقت ان شاء الله هشوفه. وطبعا على كبار المدعوين النجوم النادي الاسماعيلي الكتار باذن الله هيبقى في ناس، وهنروح ناخد ميعاد معاه ان شاء الله. ازاي الاسماعيلي يرجع تاني لعصر البطولات؟ هيرجع واهم حاجه انا زي ما دايما اقولها لازم تشتغل باستراتيجيه، مش الموضوع ما تبصش تحت رجليك، ما تبصش ان انت تمشي ماتش باثنين ثلاثه تكسب تتغلب، لا مش هي دي الكوره. اي فرقه في العالم اي فرقه عايز تنجح اكيد لازم يبقى لها بلان بيحطه بيشتغل عليه، في مدرب انا لازم استمر بيه لوقت طويل، اتغلب بس بدعمه، اتغلب انا عارف امكانياته ايه، اللعيبه اللي بتيجي لعيبه مهمه لازم يبقى عندها الحته الفكر ان انا نادي اسماعيلي نادي كبير، النادي الاسماعيلي اكبر من اي لعيب، فلازم اللعيب يوصل له الرساله ديت. فهي منظومه اتمنى ان شاء الله اللي هي باقرب وقت ان شاء الله الاسماعيلي يرجع منها. هو عيب طبعا ان هو يتمنع، بس هو عايز يخش بالطريقه القانونيه. احنا طبعا في ازمه الان، ادي واحده تمام، كل ده من مشاكل ده مع ده، احنا عندنا مشكله اكبر اصلا، وهم ولا هم هنا ولا دارينين، ده عايز يقعد وده عايز يقوم وده عايز يقعد، واحنا شعب اسماعيليه مش بتاع الحاجات دي، احنا عايزين مكسب. ده احنا كنا ما بنروحش اسكندريه وبنكسب الاتحاد، يعني انت فاهمني ازاي؟ الفرقه ما كانتش بتروح وكنا بنكسب الاتحاد، اما الاتحاد يكسبنا 3-3 عيب قوي كده.
قوي قوي. انا شايف ان حسن عبد ربه اتهضم حقه كتير، وكل اسماعيليه عارفه تاريخ حسن عبد ربه وعارفه قد ايه هو ادى للنادي الاسماعيلي وقد ايه اتغرب عشان ينمي موارد النادي الاسماعيلي. يعني عيب اللي بيحصل في رمز من رموز النادي، ومش حسن عبد ربه لوحده، يعني في كابتن صلاح ابو جريشه، كابتن علي ابو جريشه، كابتن عاطف عبد العزيز، في رموز، في رموز كبيره جدا، وكابتن بزوكا وكابتن انو، يعني رموز كتير اتهانت يعني ايه من غير ما يجي جنبها. بس احنا عايزين نقول ان عيب الرموز يتعمل فيها كده. شايف ان كان غلط من مجلس الاداره التعامل بالشكل ده مع كابتن حسن عبد ربه، ايا كان في خلافات او لا في الفتره الاخيره، بس ما كانش ينفع يتعامل معاه بالشكل دوت. حسن عبد ربه من يعني الاشخاص اللي هم بيحارب في الملعب، ما ينفعش اللي بيحصل معاه ده وان احنا ننكر جميله او فضله عشان خاطر انا اسف اداره فاشله. الاداره فاشله تماما، وانا بقولها لهم على العلن، انتوا اداره فاشله. حسن يقيم مقامه مش في نادي الاسماعيلي، على مستوى مصر كلها احسن لاعب في افريقيا 2008 واحسن لاعب في مصر في 2007، والراجل قيمه كبيره يعني، وراجل منتخب واخد 3 بطولات افريقيه. احنا المفروض نبني لرموز النادي، واحد زي ده عنده خبرات دوليه، المفروض نبني ويبقى ده الكادر اللي بعد كده يجي في النادي. لكن احنا مش يعني انا شايفه طبعا خطا من الاداره، خطا كبير جدا، واحد زي ده رمز كبير للنادي، احنا كده بنهتك في رموز النادي، احنا كده ما بنكبرش اولاد النادي، احنا كده بنضيع الحاجات الحلوه اللي ممكن تبقى تكمل النادي. ما ينفعش لعيب زي حسن عبد ربه ما يخشش النادي يعني لاسباب كتير. اول سبب يعني اقول لابراهيم عثمان كابتن في عز مجد النادي الاسماعيلي، لما كان مجده كان ابراهيم كان حسن عبد ربه بيطلع اعارات بيلعب في دول الخليج ويجي بيجيب فلوس. لا انا شايف ان عيب ان يحصل حاجه مع زي كده مع رمز من رموز النادي الاسماعيلي ورمز من رموز الاسماعيليه كابتن حسن عبد ربه. قدم كتير، كان في غلطات كتير زمان مثلا، تمام، بس دلوقتي عمل يعني بقى ابن النادي وابن اسماعيليه، وحرام ان يحصل في حاجه زي كده، وحرام ان هو يتهاني الاهانه دي. ده رمز يعني حسن عبد ربه والدراويش جوه في قلبه. بشكر طبعا مراسلنا احمد وجيه على التقريرين سواء حسن عبد ربه او هو متابعه طبعا الازمه في الاسماعيليه. بشكر كمان وليد الهواري اللي منتج التقرير مع ابراهيم، مش عارف ابراهيم ايمن مرضاش، ايمن يوسف البروديوسر، ابراهيم نوح ايمن يوسف كمان البروديوسر او الاسيست بروديوسر، يعني مرضاش يقول لي ابراهيم اسمه ابراهيم ايه، بس برضو عمل شغل كويس ايمن، فيعني الاول مره تقرير كويس وتقرير محترم. النهارده يمكن كان حاصل خلاف بيني وبين الكابتن رضا عبد العال حول صحه ضربه الجزاء اللي كانت لبيراميدز. كابتن رضا كان شايف ان الكره بينالتي، انا كنت شايف ان هي ما تحسبش. كابتن مجدي قال ممكن تتحسب ممكن ما تتحسبش، لكن الاهم ان قبل محمد فاروق ما يسدد ركله الجزاء ويضيعها، كابتن رضا عبد العال قال لي هيضيعها. حتى انا ما يعني ما كنتش مصدقه للامانه، وقلت يعني كابتن رضا هو بيقول كلام عادي زي ما بينتقد مثلا كارتيرون المدير الفني للزمالك، انا مختلف معاه. فقلت صعب جدا ان محمد فاروق يهدر ركله الجزاء، لكن كابتن رضا برضو طلع توقعاته مش قصر على النتائج بس، لا على ركلات الجزاء. تعالوا نشوف الفيديو في الكواليس ونرجع نكمل ونشوف كابتن رضا ازاي يتوقع ان محمد فاروق هيضيع البينالتي الخاص ببيراميدز. ويحسبها بالفعل ده صباح الجزاء ايه بيراميدز. هي طبعا الحنفي ما حسبها ما شافهاش، لو الحنفي شافها من ساعتها كان رجع وقال لك الفار. محمد الحنفي يروح يتجه ويحتسبها ضربه جزاء لجون. خلاص ايه مصطفى محمد بعد ضربه الجزاء؟ طيب ليه مصطفى محمد ايضا من شرط ملهاش لازمه يعني، يعني الراجل حط رجليه خلاص. بس هي فيها شك، لا انا قلت لك ضربه جزاء لان الكره في حوزه جون انتون حوزته، والتاني شايط. ايوه هو انت قلت ضربه جزاء ماشي، بس انا يعني بص محمد الحنفي مش هيحسبها الا لما يقتنع. هو اقنعه
ايوه هو ابتدى اقنعه ومصمم وشافها هو الصباح اللي مصمم ايوه ما تيجي على الفار دي بتاع محمد الحنفي لو مش اول يا عم انت بتطلع مين يا عمي طب ما زيزو ونتج عنه ضرب الجزاء اصح طب ما هو بيراميدز وفرصه كبيره جدا ايه هو ما هو فرصه انت بتقول لي على حد بيوصل لوس بيراميدز لتعديل النتيجه في هذه المباراه انما اوباما من موصفاتش اوباما بيلعب على ابنه المرتده من زمان اوباما مش انت محتاج تساعد السلام ده هيطلع مين؟ كاشون طبعا التبديلات كان محمد القرار ياشي يطلع هو كاشون ومن قبل القرار ومن قبل الفار ومن قبل كل الدوشه اللي حصلت دي محمد فاروق صاحب الثلاث اهداف في الدوري مع بيراميدز هذا الموسم بس هو مش رقم واحد ابو جبل مين يا رقم واحد كافي يخش مين هتكون له القياده العليا المواجهه المباشره المواجهه الفرديه بس ما شاء الله جاء ابو جبل تحس ان في واحد فاروق بالقدم اليمنى ابو جبل لازم في كوره زي دي لازم هو يعمل كده لازم تعمل كده رايح تمام اوف يا بتاعي هو مش رقم واحد اسمع نجم التوقعات يا كابتن مش هتاخد نجم التوقعات هو اكيد مش رقم واحد اللي سقف في الفيديو ده كان احمد رضا عبد العال فرحان بابون عرف يتوقع مش فرحان ان البينالتي ضاع لكن فرحان بابون التوقع بتاعه طلع صح كابتن رضا عبد العال برحب بيك حبيبي يا اسلام ازاي نجم التوقع لا مش توقعات يا عم احنا قلنا احساس طيب ما احساس وبعدين إيه؟ احمد على فكره مش عشان انا ده عشان النهايه ان هو زملكاوي وان هي ما دخلتش أخدلك؟ لا بس انت يعني توقعت ازاي ان هو هيضيعها كده بص انا بصراحه كنت متاكد ان هيجيبها بص في توتر على محمد فاروق اول ما مسك الكوره دي رقم واحد رقم اتنين هو قلقان من ابو جبل قلقان حتى وهو داخل عمال يبص على ابو جبل يبص على ابو جبل انت قلت لي كلمه ان ابو جبل واقف وحش وحش ما عشان كده هو خايف منه فعشان كده هو بيبص على ابو جبل مش بيبص على الزاويه اللي هو هيركن فيها عشان كده الكره عملت الكيرف وخرجت لبره لان هو مش مركز الا مع ابو جبل والتحرك بتاع ابو جبل وهو اصلا مش رقم واحد والتوتر انا بقول لك انا ما اعرفش بس هو اكيد مش رقم واحد وهو متوتر اصلا وعايز يجيب جون فاتحط في وش المدفع زي ما بيقول فرق البينالتي ده لما ضاع او ضربه الجزاء دي لما ضاعت فرقت في سير المباراه في الوقت المتبقي من المباراه وكان ليه دور ان الزمالك يجيب الجون الثاني ويقدر ان هو يكسب المباراه نقطه التحول طبعا نقطه طبعا من هي الفرقه اصلا الشوط الثاني بيراميدز هو اللي مسيطر هو اللي مستحوذ هو الاخطر على المرمى لغايه ما جت ضربه الجزاء ضربه الجزاء دي كانت هتفتح الجيم والله اعلم كان ممكن برضو الزمالك ممكن زي ما عمل كده في ماتش الاهلي ان هو لما الاهلي تعادل ان هو يرد بجون وممكن يرد بالتالي فانت ما تضمنش يعني الكره دلوقتي فيها العجب يعني كان ممكن الزمالك يرد وممكن بيراميدز يكسب يعني هي نقطه تحول في المباراه سواء للزمالك او لبيراميدز شايف انت المباراه الاول في اجمالها شايفها من وجهه نظرك كانت ماشيه ازاي او ايه الظواهر اللي انت خرجت بيها من المباراه دي طيب اول ظاهره الزمالك لعب بدون طارق حامد وكسب وما حسيناش بوجود طارق حامد بغياب طارق بوجوده يعني هو كان موجود في ماتش مقاولين والزمالك خسر 2-1 النهارده هو مش موجود والزمالك بيقدم الشوط الاولاني زي ما الكتاب بيقول مستحوذ بيروح على الجون وبيضيع مصطفى محمد مضيع واحده والشكل كويس والشكل فيه كوره وفيه ما فيهوش تعقيدات وما فيهوش كوره لورا كتير ما فيهوش فاولات كل ده بسبب طارق حامد؟ لا انا بقول لك دي اول ظاهره عشان بص يبقى رقم واحد الزمالك عرف يكسب من غير طارق حامد ده رقم واحد رقم اتنين وغير كده كمان
الفترة اللي فاتت دي من يوم الماتش، من يوم ما اتطرد، لما انا طلعت وقلت ان ياخد طرد، انا جمهور الزمالك بيشتمني عشان ان هو شايف ان هي ما فيهاش حاجة، وان هو اتظلم طارق حامد، وهو ما ياخدش الانذار، واخد بالك، وما ياخدش لما انا قلت ياخد فيها طرد لان هو شايف الراجل وداخل. فطبعا شتيمة، وازاي وربنا يستر ده مش هيلعب الماتش الجاي. الزمالك لعب وكسب، ادي اول ظاهرة. تاني ظاهرة لازم تقف عندها كتير، ابو جبل. ابو جبل طبعا ابو جبل من يوم ما وقف وهو وش السعد على نادي الزمالك فرق كتير، فرق يعني. في ناس بتطالب دلوقتي لا لازم جنش ياخد، يا جدعان اهدوا، ما كان عندك احمد الشناوي ما كنتوش تقدروا تفتحوا، كنا نقول لازم ابو جنش ياخد، ده مستواه مش كويس وكان بيتسبب في جوان وكان بيهرب من ماتشات، واخد بالك. ورغم كده كانوا برضو يجي يقول لك لا 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 ما توقعوش، اصلي مش عارف ايه، اصل هو رقم واحد وعشان منتخب. انا مالي ومال منتخب مصر؟ يقف الاول ويسد المرمى بتاع نادي الزمالك وبعد كده يفكر في المنتخب. ابو جبل افضل حارس في مصر دلوقتي حاليا؟ هو والشناوي. الشناوي ولا ابو جبل حاليا؟ انا من وجهه نظر ابو جبل، وخبرات الشناوي الكبيره وخبره دوليه وبيلعب مع المنتخب. انت بتسالني سؤال انا ماليش دعوه، انا قلت انت في الوقت الحالي يعني انت لو مدرب، لو مكان حسام البدري تلعب ابو جبل؟ مش هيقدر. لو انا موجود هلاعب ابو جبل. وحسام البدري ما يقدرش؟ لا مش هيقدر طبعا. ليه ما يقدرش؟ وربنا ما يقدر. ليه ما يقدرش؟ ايوه مش هيقدر. ايوه حسام البدري هيخلي، بص لو ابو جبل هيخلي حسام البدري ما هي ما هيقول لك ان اخر ماتشات في لما هو كان ماسك هو الشناوي اللي كان واقف هيلعب بيه. طب ايه المشكله؟ ما هو الشناوي مفيش مستوى بقى دوليه. ايه الشناوي ده لسه بقاله سنه من ساعه كاس العالم بس، انت كان فين قبل كاس العالم يعني؟ ايوه بس هو ظهر بمستوى كويس جدا يا حبيبي. ماشي ما اختلفتش مع انت قلت لك الاثنين كويسين، انت بتقول لي مين يقف من وجهه نظر ابو جبل؟ ايوه بس انت قلت لي ان حسام البدري مش هيقدر. مش هيقدر ليه؟ وربنا ما هيقدر. ليه كده؟ هيقول لك اخر ماتشات معايا هو لعبها حتى لو مستوى أيوة اقل من كده. السبب اللي هيخليه مش هيقدر، ما يقدرش يقعده عشان جمهور الاهلي والسوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي واللجان الالكترونيه بتاعت النادي الاهلي. ايوه بس حسام البدري ما بيفكرش بالطريقه دي يا كابتن. كله بيفكر بالطريقه دي، كله بيخاف وكله بيعمل حساب للسوشيال ميديا. مش هنضحك على بعض. يعني ايه مش هنضحك على بعض؟ ما تعدي بقى خلص. لا مش هعدي، انا بسالك سؤال. انت سالتني سؤال رديت عليك، لو انا مدير فني هتوقف فين؟ قلت لك ابو جبل عشان فايق. ايوه ليه بقى؟ انت قلت لي حاجه تانية. لا لما ميديا. انت بتقول لي لو انت مكان حسام البدري. حلو قوي. ما السوشيال ميديا دلوقتي كله بيخاف من السوشيال ميديا. ليه؟ ده هي دلوقتي بتتحكم، يا تمشي لعيبه يا تمشي مدربين، يا تقعد لعيبه يا تقعد جهاز فني يا تقعد مجلس اداره، فعشان كله بيعمل مليون حساب. طيب يبقى بالتالي انت حضرتك يعني بنفس الفكر دوت، ولو موجود يبقى حضرتك برضو هتخاف من السوشيال ميديا؟ ما كنتش قلت الكلام ده. ما انا لو بخاف ما كنتش قلت. طيب خلينا نرجع لماتش الزمالك وبيراميدز. احنا قلنا كام ظاهره؟ اتنين. انت قلت لسه فاضل التالت. غياب طارق حامد، الزمالك ما تاثرش بغياب طارق حامد. اتنين، تالق ابو جبل وان هو وش السعد على نادي الزمالك. التالتة في ثلاث لعيبه النهارده، في لعيب دخل اللي هو احمد عيد ده، يعني انا بصراحه شايف ان هو من اللعيبه اللي لازم ياخد في الحته دي. هو اتظلم في ماتش اف سي مصر لما كل المذبحه لعبوا مع بعض الناشئين، فطبعا فكر لعيبه صغيره كل واحد عايز يثبت نفسه وكل واحد عايز يقول ان انا هو الكلام ده، فاتظلم. لما لعب في التيم الاولاني الماتش اللي فات والماتش ده اثبت ان هو النهارده جدير ان يلعب في الحته دي. يكفي ان هو بيعرف يغطي غير عبد الله جمعه، احمد عيد. طبعا بص بص التغطيه العكسيه بتاعته النهارده، الشوط الاولاني في كورتين اجوان، لو ما غطاش فيهم اجوان ويرجع للماتش تاني. وعبد الله جمعه غطى برضه في كوره بس كانت اوفسايد. بس كانت اوفسايد، ما كانش يعرف. طيب وكل اللعب جاي من ناحيه عبد الله جمعه، وكل الغزوات كلها جايه من ناحيه عبد الله جمعه. عبد الله جمعه لما بيأدي مش حتته، مش بتاعه. بس بص انا عذره عشان ده بيلعب في مكان غير مكانه. بس هو بيظهر احيانا ليه مباريات بيظهر فيها بشكل كويس لما بيكون في الحته الهجوميه مش الحته الدفاعيه. وبعدين انا عايز اقول له نصيحه، ما تبقاش عشان هتطلع عليك عبد الله الزحليق، مش كله كرة الزحلق. إيه؟ زحليق.
كله كره يتزحلق يعني مثلا الكره مع الرجل وجاي عامل تاكلين كره يعني مفروض يقف وياخد ويحط ظهره ويخش الملعب او بتاع لا يوم جاي عاملها وعامل تاكلين عشان يعملها تروح للراجل التاني بتاع الفرقه التانيه. يا ابني وقف على الكوره ولاعب ماشي مش حتتك وكل حاجه بس في حاجات لازم تلعب الناس تبقى مفتاح لعب يعني. فانا بقول له ما تتزحلقش كتير عشان ما تبقاش عبد الله زحليق جديد. عبد الله زحليق ولا جديده ولا حاجه عادي يعني. انا اول مره اسمع لا ده هو على طول كيف كيف يعني النهارده بس انا عمل 3 4 مرات تكالين ما لهمش لازمه يعني. يعني لو حط جسمه هياخد الكوره يا هياخد فاول يا اما يحضن عليها تطلع اوت. الزحلقه بترجع تاني للراجل اللي هو مكمل من فرقه بيراميدز. طيب هل في ظواهر تانية رؤيه تانية لرضا عبد العال؟ طبعا الونش اللي هو شايل ديفنس نادي الزمالك والاسد اللي قدام الاسد اللي ورا يعني في اسد اللي هو ابو جبل. واسد في ديفنس نادي الزمالك اللي هو قاطع المي والنور على اي مهاجم. شوف انا اول الموسم كنت بقطع في الونش دلوقتي يلعب وبقول لكابتن حسام البدري ده رقم واحد وفكر في اي حد جنبه. بالمناسبه هو يعني اصابته كدمه في الركبه وهيعمل اشعه بكره. لا ان شاء الله هيرجع باذن الله. المهم بعيد عن الصليبي وعن الغضاريف وعن الكلام ده يعني كدمه عادي هتاخد لها يومين حتى لو رايح الماتش اللي جاي. طيب الونش في حاجه ثانيه؟ ده الونش رقم 2 قلنا احمد عيد الصغير. رقم 3 بن شرقي اللي هو من يوم ما جه مفيش جون بيجي الا من اخراجه وتنفيذه بالظبط كده. شوف بقى الفرق بينه وبين بيفكرني برضا عبد العال. لا بيفكرنا بالكابتن حسن شحاته. هو ستايله ستايله جريته والحته بتاعت اللي هي الوقفه على الكوره زي المعلم طبعا. طبعا حسن شحاته لا يعوض. فهو ده اقرب واحد يعني كنا بنقول مثلا ايه احمد عيد عبد الملك بس برضو يعني نفس الجارية والكلام. إنما ده يعني بقى بتطور بإيجابية طبعا بتلاقيه في الماتشات اللي هي التقيلة اللي هي بتبقى نادي الزمالك محتاجة يعني. حلو ده نادي الزمالك. هل في ده نادي الزمالك؟ لا كده خلاص. بيراميدز اتغلب لي شايف من وجهة نظرك اتغلب لي هل عشان فعلا يعني كابتن مجدي عبد الغني قال غياب كابتن مجدي عبد الغني توهنا ولا قال العقوبه بتاع الكهرباء يقعد ولا يمشي؟ قال معلومه مهمه جدا على فكره. مين اللي هي؟ اللي هي بتاعت فتره السبعينات اللي هو شافها. يا عم دي يعني انا بنكتب يعني ايه تستنتج من كده ايه ان هو كان المفروض يقول لك يا يقعد يا يمشي؟ ما هو قال لك يعني ما قالش ده عادي يقول لك ده لو استشارني اقول له اطلع بره وهو جاي من الزمالك وعليه ضغط وربنا توهنا. انت تهت انت بقيت قاعد عامل كده. لا والله انا كنت بسمع له. ما انت بتسمع له عشان تهت. كابتن مجدي حبيبي سرح بيك. طيب يعني قال ان عبد الله سعيد كان ليه دور برضه غيابه كان ليه دور. هل انت شايف ان عبد الله سعيد فعلا كان لا. بص النهارده لو في واحده من بتاعه تراوري دخلت ولا كنت هتقول عبد الله السعيد ولا عبد الله مجانس. هي واحده كانت تخش في الاول والنتيجه 0-0. عبد الله مجانس اي حد بقى. طيب ما تاخدش على كلامي سيبنا هرتل وخلاص. عبد الله زحريق وعبد الله مجانس يعني اتفضل. لا يعني بص انا بقول لك ايه ما انت ساعه الهزيمه تفتكر اللي غاب. يعني النهارده مثلا لو كان تعادل الزمالك ولا خسر يا نهار اسود كانت المواقع بقى تمسكك وتقول لك طارق حامد اللي مش عاجبك صح. طيب انت كسبت برضه يقول لك طارق حامد نص الملعب كان ناقصه والفرقه ناقصاه والكلام ده. هو مهم يا كابتن ده من وجهه نظرك انت ماشي. المهم بقى فتراول النهارده راح بكورتين واحده كفيله ان هي تقلب المباراه دي رقم واحد. رقم اتنين ان الراجل اللي هو المدير الفني ده شكله ان هو بيتعامل مع فرق ناشئين مش مدرب بيراميدز. يعني انت مثلا مقعد دونجا. طب انت عارف اسمه ولا لا؟ ده اسمه هو حياه ربنا عايز له سنه عشان تحفظه. سنه تقعد تحفظ. طب انت عارف اسمه؟ طبعا. طب قول ايه شرشر في الفاصل واخد بالك دونجا وانطوي عارف يعني اسم الراجل دوت كان عايز اللي ينطقه الفنان الراحل سيد زيان. عارف سيد زيان لما كان بينطق عيون الشلب او عيون الشلب بالظبط. اتفضل كمل كده واخد بالك انطوي ودونجا واسلام وطارق طه عنده فرقه تانية وما غيرش الا بعد ضربه الجزاء بعد ما جه الجون التاني. انت مغلوب 1-0. وبعدين عايز اقول نصيحه برضو لرئيس النادي بتاع بيراميدز
لو انت عايز تنافس باللعيبه اللي انت جايبها السنه الجايه دي هات مدرب محترم. ما انت بتصرف. ذكرت كل الناس الا صاحب الفرح زي ما بيتقال اللي هو القائد اللي هو كارتيرون. لا اصبر بس فن الزمالك. اصبر بس ذكرت كل الناس ونسبت لهم مكسب الزمالك الا كارتيرون. يا عم كارتيرون ايه وحياه ربنا. بعد الفاصل هاخد رايك. بعد طيب. بعد الفاصل ناخد راي النجم رضا عبد العال بخصوص كارتيرون. انت الشتيمه ما اتكلمش عليه. هروح لتقرير خاص بالراحل طبعا الجنرال الكابتن محمود الجوهري اللي بتحل الذكرى الثامنه لوفاته، واحد من اهم المدربين في تاريخ مصر وافريقيا والوطن العربي. الجوهري جنرال الكره المصريه. جوهري جوهري أشهر هتاف للجماهير المصرية، وكانت بتتهز بيه الشوارع والميادين احتفالاً بالإنجازات والبطولات اللي حققها المدرب المصري محمود الجوهري اللي شارك في حرب أكتوبر 73 كضابط إشارة، وبعد تحرير الأرض اتجه للتدريب عشان يحقق اللي ما حققوش مدرب قبله ويعبر بالمنتخب المصري لمونديال 90 في إيطاليا. الجوهري هو أول من درب فريق الأهلي والزمالك في تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين. نجح في الفوز بأول بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي وهي دوري أبطال إفريقيا عام 82، كمان نجح مع الزمالك في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 93 والفوز بكأس السوبر الإفريقي. وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أفريقيا 98 عشان يكون أول مدرب يفوز بالأمم الإفريقية لاعب ومدرب، لأنه حصل كلاعب على الكأس مع منتخب مصر عام 57 و59 وكان هداف البطولة. كمان استطاع الوصول بالمنتخب لكأس العالم 90 لتاني مرة في تاريخه، وزي ما قدم إنجازات مشرفة في تدريب عدد من يمكن رسائل كتير جايه بخصوص اللي قاله كابتن مجدي عبد الغني ان شاف واقعه كانت في النادي الاهلي في السبعينات لنجم كبير برضو كان بيحاول يعتدي على مدير الكره. الناس عايز تعرف مين الاسمين، لكن عند الكابتن مجدي عبد الغني بقى هو اللي شاف الواقعه. مش هنقدر ان او انا عن نفسي مش هينفع ان احنا نتكلم فيها. وكابتن مجدي احترم يعني بنحترم وجهة نظره في القصة ديت، لكن في رسائل كتيرة جدا عايزة تعرف مين كان أبطال الواقعة ديت. تفهم من كده ايه؟ ايه؟ يعني تستنتج ايه بعد الواقعة اللي الكابتن مجدي قالها؟ مش قالك ان الراجل بعديها الموسم اللي بعديه ما كانش موجود؟ وكان نجم كبير؟ هو نجم كبير كان جدا يعني. ماشي يعني اذا لو النادي الاهلي ما عملش كده مش دي قيم ومبادئ النادي الاهلي؟ ما بتتجزقش، واخد بالك؟ يبقى لازم هيحصل كده مع كهربا. وانا قلت لك يمكن في الانترو، وانا قلت لك امبارح ان كان في واقعه ومش زي كده. ده كان حسام حسن المعتدي عليه، مش هو اللي اعتدى. ده الراجل كده وجري وراه وحسام ما خدش حقه فاتجنن، فهم مسكوه. وطبعا ان هو نسي خالص. دي وقعة تيشيرت ولا وقعة تانية؟ ايوه بتاعت نصر التليس. فهو قلع فيها التيشيرت. فاتضايق بقى، فهم عصبوه ان هو ما لحقش وما خدش حقه. فقام جاي رامي التيشيرت. ايوه بعد كده اتوقف ست شهور. وبعد كده استنوا له الاقرب. اذا انت شايف ان كهربا هيتم بيعه؟
ده لو ما عملوش كده يبقى عليه العوض. يبقى ما تقوليش بقى لو قيم واحتراف ومبادئ والكلام ده، ما انت ما... طب هقول لك على حاجه، هتروح بعيد ليه؟ طب ما ازاره الواقع مع فايلر مش ليه؟ والنادي الاهلي في احتياج راس حربه، ما عشان حصل كده بس برضو مش معلنه يعني، ما طلعتش للاعلام زي بتاعت كهربا. وكهربا النهارده جاي بياكد ان هو غلط، انا من رايي ما كانش عمل الفيديو ده والله. طبعا. طيب هنتكلم على الفيديو وهنتكلم على القصه ديت، لكن انا يعني برضو عايز ارجع لمباراه زمالك وبيراميدز. النهارده يعني انت حضرتك ذكرت كل الناس الا القائد اللي هو كارتيرون. ما انا قلت لك اديني حظ مني في البحر، الكلمه اللي بتضايق. طبعا. طب هو الراجل يعمل لك ايه بقى؟ مش يعمل ايه، هو طيب هو محظوظ ان هو وهو وقف. الكابتن لما يكسب الاهلي ويكسب يا عم اسمعني بيراميدز ويظهر بشكل مميز يبقى محظوظ، طب ويخسر المقاولين ويخسر 2 بونت مع اف سي مصر ويخسر مش عارف من الاتحاد 2 بونت. لا مش وارد. وارد. بص القوي بيكسب اي حد قوي او ضعيف. سيبك بقى هنتكلم فني، تعال اكلمك فني. اتفضل. النهارده انت الشوط الثاني مفيش ديك وجود، واحمد ربنا ان الراجل اللي اسمه جون انطوي ده ما نزلش بدري شويه، واحمد ربنا ان ضربه الجزاء ما دخلتش كانت فرقت، واحمد ربنا ان شوف احنا بنقول يعني الزمالك كسب بالصدفه النهارده. طبعا كسب بالصدفه. ايوه هو الجون الاولاني لولا المهدي سليمان عمل الطول مصطفى محمد ما كانش هتجيب جون ده ولا احسن راس حربه. طب وليه ما تقولش ان هو بيجيد التعامل مع مفيش سيبكم من الاونطه دي بقى، سيبكم من الاونطه دي، ده انت في عز ما انت مهري في النادي الاهلي وربنا وفقك بجون مصطفى محمد. هو لو الجون دوت اتاخر دقيقتين الاهلي كان هيكسبك. ايه هو كسب واحد، هو كسب بالعافية. ايوه ما انت خلاص بقى الدنيا اتفتحت، ما انت في عز ما انا بقول لك جبت جون ولسه بتركز عشان تجيب الجون التاني دخل فيه الجون من طيب هو الراجل بيأمن مين، هو اللي جابها ولا مصطفى محمد وتوفيق من ربنا؟ ما تسمع الكلام. ما ماشي ما ربنا سبحانه وتعالى. اوكي ماشي بص ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ما انت هو لو قاعد صاحي النهارده، لو قاعد صاحي من بدايه الشوط الثاني لازم انزل محمد عبد الغني ديفندر جنب ساسي واطلع. انت شايف اوباما مش قادر، وشايف اونجم مش قادر، وشايف مصطفى محمد في وسط اربعه لوحده بيهابر، فاعمل ايه؟ اامن نص ملعبي. طب وليه ما تقولش ان هم بيجهزوا اوباما لماتش الرجاء؟ يا عم ما جهزوا، انا بكلمك على ان نص الملعب ده اوباما ما ببصش كره غير الكره اللي هي الحسنه الوحيده بتاعت الجول، وطول ال 90 دقيقة مش شايف بيمسك كرة اديها لهم كل إيه. وبعدين انا بقول لاوباما اهو ولعبد الله جمعة وبقول للمستشار مرتضى، هم طبعا عمالين يتنططوا لا ومش هنمضي، اعرضهم للبيع وشوف اي نادي هيدفع فيهم المبلغ اللي هم طالبينه. يعرضهم للبيع؟ اعرضهم للبيع. انت هتعمل زي ابراهيم سعيد اللي يقول لك كاسونجو يمشي، والنهارده كاسونجو يعني مكسر. كاسونجو يمشي على حسب ما احنا شفناه وينج ليفت. هو اصلا كاسونجو ده جاي نادي الزمالك يلعب ايه؟ راس حربه. راس حربه ايوه مهاجم. فانت لما هتلاعبه في حته الليفت دي اولا لا بيعرف يرقص ولا بيعرف يباصي ولا بيعرف يعمل كروس ولا بيعرف يدافع. ده انت شركته. ايوه هو بقى صنعته ان تحط له صنعته يا حبيبي، صنعته ان انت تحطها له زي النهارده كده في مساحه يجري يجيب لك جول، مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. يعني مرتضى منصور يعرض عبد الله اعرضهم للبيع. والنادي اللي هيدفع فيهم المبلغ اعلى نادي يجي لهم، لو انت عايزهم ادفع لهم، مش عايزهم الاهلي اي حد. بص لو انت عرضته للبيع الاهلي مش هيخش فيه، انما الاهلي عايز ياخده من حضنك وانت نايم كده عشان يعلم عليك زي كهربا. هو كان محتاج كهربا، هو عايز يرد القلم بتاع عبد الله السعيد. لو انت اتمسكت باوباما هيقوم جاي داخل مخلصه وياخده. والاهلي رد القلم كده ولا انت شايف ان لا ده خده في صدره، ده القلم جه في صدر النادي الاهلي او في وش النادي الاهلي. هو في اكتر من كده؟ هو في واحد يجي ويعمل اللي والنادي الاهلي مش متعود على الكلام ده؟ بص انتاج كهربا ايه؟ انت عارف حتى لو هو الخطيب في عز مجده عمره ما يعمل الكلام ده أساس. عمره بص ما هو ككوره بقى طبعا احسن ده. عمر سمعت الخطيب عمل حاجه زي كده؟ ده بص بقى عمل الكلام ده ليه؟ عنده ضغوط، شايف ان ال 2 مليون دولار دولت ولا اليورو هو اللي هيدفعهم. وشايف انا في كلام ان كهربا هيدفعهم.
النادي الاهلي هيتحملهم ليه؟ ما النادي الاهلي مديله مبلغ وقدره او متعاقد معاه، هيدفع كمان 2 مليون لو المحكمه نفذت الحكم. وبعدين الراجل فايلر مش مقتنع بيه، وبعدين موقوف، وبعدين عنده ضغوط كتيره، فهو اللي عمله ده انفجار. هو حاسس ان مفيش حد واقف جنبه، حاسس ان هو يمكن حتى من ضمن الحاجات بيقول لك انا بعت وضحيت عشان اجي النادي الاهلي وانتوا ما وقفتوش جنبي، ده من ضمن الكلام. واخد بالك؟ فهو حاسس ان هو، انت شايف ان هو لما عمل الفيديو كمان ده اخطا. طيب بعد الفاصل نشوف هو اخطا ليه. ماشي، بعد الفاصل نكمل مع الكابتن رضا عبد العال ونشوف كهربا لما عمل الفيديو اللي بيعتذر فيه للاهلي وجماهيره ولمحمد الشناوي اخطا ليه من وجهه نظر الكابتن رضا عبد العال. انت عايز واحد دلوقتي يمسك كوره يمسك لك كوره. طب انت عندك مين بره طريقه رولي دي لاب؟ مين ستوك سيتي مع البوليس اللي عمل كتير سجلها؟ ايوه شيكابالا. ايه عبد شيكابالا دي كمان؟ ايوه رامي التماسي طويل. طب شيكابالا ولا كافونجو؟ مكملين مع النجم رضا عبد العال. كابتن رضا، يعني حضرتك كنت بتقول لي قبل الفاصل ان كهربا ما كانش يعمل فيديو، وغلط ان هو عمل فيديو الاعتذار للاهلي وجماهيره. طبعا. ليه؟ خلاص كده انت بتاكد ان انت غلطت، بتاكد ان انت عملت حاجه غير طبيعيه. يعني الفيديو ده مش هيشفع للكهربا. ايوه ده لو لسه على قديمه بتاع القيم والمبادئ، لما ما حدش يطلع يقول لي لا بس احتراف احنا محتاجينه. انت مش لا هو الاهلي لسه على قديم ولا ماشي؟ ما انا بقول لك اهو، ما اصل في ناس ثانيه، ما انت بتقول لي في اتجاهين. في اتجاهين، اتجاه ان هو خلاص هو في ناس شايفين يعني علشان مصلحه الفريق. لا لو مصلحه الفريق لو مكسر الدنيا يبقى عشان مصلحه الفريق وتعمل نفسك مش واخد بالك والكلام ده، وهو مكسر الدنيا والكلام ده يبقى حرام. انما هو لا مكسر الدنيا ولا الاهلي استفاد منه، ده بالعكس الاهلي خد مركز تاني في دوري الابطال بسببه. ماتش بلاتينيوم والماتش التاني بتاع الهلال لما رقص الراجل وطلعها بره. دي حاجه. تاني حاجه في ماتشات الدوري جاب كام هدف؟ احرز كام هدف؟ يعني مفيش اهداف مؤثره في ماتشات مؤثره، لان النادي الاهلي كان ماشي زي القطر، الدور الاولاني كله ماشي زي القطر وما بيقفش على حد. يعني انت شايف ان كهربا هيمشي من الاهلي؟ ده على اللي انا عارفه. اللي انا عارفه على النادي الاهلي. انت مش فاكر انت كم مره كان هيبطل ابو تريكه ساعه موضوع ماتش الانبي السوبر اللي هو ما رضيش يلعبه؟ بس لولا حاجات تانية اتدخلت وهي اللي منعت الكلام ده. فاكر ولا مش فاكر؟ فاذا ان الاهلي في الحاجات دي ما عندوش كبير. بس ابو تريكه طبعا شفع له لان ده ابو تريكه. يعني ما قدم، يعني عنده ما قدم للنادي. لا والجهات التانيه اللي دخلت وضغطت على الكابتن حسن وعلى مجلس الاداره ساعتها. بس كان ساعتها المجلس خد قرار ببيعه لو تفتكر. ايوه وده كان ابو تريكه اللي كان ساعتها هو كل حاجه في الكوره في مصر. طيب في الكواليس برضو كان زميلنا الحاج علاء جوده اللي هو المسؤول ده، موجود كاميرا مان ورا الكواليس، دخل في جدال مع الكابتن رضا عبد العال اثناء الفاصل. لدرجه الكابتن رضا عبد العال كان هيقوم يعني
لا انا كهربا كان هيبقى زي كهربا في الاخر. لكن هو الراجل شايف برضه، انا بحكي للناس الكواليس انت عارفين ما بخبيش حاجه، الراجل شايف ان كلام حضرتك متناقض، ان حضرتك بتتكلم على ان النص رضا طارق حامد مش مؤثر وان الزمالك كسب من غير طارق حامد، وفي نفس الوقت بتقول ان نص الملعب اتسرق وكان لازم محمد عبد الغني يكون موجود في نص الملعب. انت ما عجبكش الكلام؟ ايوه، لانه ده بتاع يعني مع كل احترام عم علاء، عم علاء يعني ايه كلامي بعيد عنه خالص. انا بتكلم على اثناء المباراه. الشوط الاولاني مع فرقه نادي الزمالك ما فيش اي خطوره عليها لان نص الملعب كان كويس. انا قلت لما زيزو بدا يتعب ويطلع لقدام وعندك اوباما ما فيش منه رجا وساسي لوحده، فاصبح امتلاك فرقه بيراميدز نص الملعب لان في ثلاثه واقفين. فاصبح ان الكوره هنا اتغيرت وبدا الاستحواذ لمين؟ لبيراميدز. فمفروض كان يعمل ايه؟ يشد واحد من اللي هم الاثنين اللي قدام سواء زيزو او اوباما وينزل محمد عبد الغني يقف مع مين؟ ده يعني محور لعب يعني او انقاذ ما يمكن انقاذه دي اثناء المباراه، انما من اول مباراه الثلاثه ماشيين كويس وما حسيتش انت بوجود طارق حامد ولا مش موجود ولا الكلام ده. انا بتكلم على ان في فتره من الفترات اتسرق منك نص ملعب، يبقى امال انت عامل تغييرات ليه؟ مقعد ليه الاحتياطي ليه؟ مش عشان تستفاد منه؟ انا شفت ثغره عندي في نص الملعب لازم اعالجها. ما الراجل عمل تغييره ونزل كاسونجو وجاب جول اهو. يا حبيبي لا، انا بكلمك على الفتره في اول الشوط الثاني لما فرقه بيراميدز استحوذت على نص الملعب. لان زيزو بيطلع ساعتها او بياخد الجنب فساب نص الملعب. طب ليه ما تقولش ان الكارتيرون عنده استراتيجيه؟ وربنا ما عنده، اسمع ولا ما كملش السؤال، وربنا ما عنده، هي ارزاق ومفرقها الخلاق. لا تقول لي بقى عنده ما عندوش، ده هو يعني الظاهر بقى مش عايزين نتكلم بيروح السيدة انفسة كتير. بس انا هتقول لي استراتيجية وفلسفة والكلام ده كان عملها في ماتش مصري الاف سي مصري ولا الاتحاد ولا المقاولين اللي هو قصر وبيلعب كامل والفرقة تانية بتلعب ناقصة. حزني حزني حزني. تقول لي مدرب ومن الشوط الاولاني، ما انت ما تبطلوا بقى نفخ في الناس. زي برضو واحد يقول لك ايه في التحليل، يقول لك لا هو شكله كده بيتعامل مع الفرق الكبيره. انا قلت لك اديني حظ وارميني في البحر. الكلمه دي بتجنن جمهور الزمالك والله والله، هتصدموا في قريب والله. انا بقول لكم حاجه عن احساسي بس، ربنا يستر ما تصدموش في حاجه. فوز النهارده او خساره النادي المصري من المقاولين العرب 2-0، هيخسر المصري على طول. ده ذنب طارق العشري؟ ذنب طارق العشري، مع ان انا كنت هاري هنا، بس ما ينفعش طب انت مقعد ليه عبزار السقا؟ يعني يعني ما هم ضحوا بطارق العشري والراجل عنده كورونا، وكان هو عنده كورونا وعنده لعيبه عندها كورونا، واخد. طب انت ماسك في عبزار ده، انت لو جبت اي لعيب من اللعيبه، ابراهيم المصري يا راجل اللي عمل تاريخ للنادي المصري، مش عارف جمال جوده، الناس اللي هي المحترمه دي اللي عملت، ما يجي يمسك هو ايه الميزه ان انت جايب هيعمل لك ايه ابزار السقه؟ عشان تضحي بالمدير الفني وانت عندك مشاكل وفرقتك عندها مشاكل وتسيب واحد زي ده، يبقى ربنا هيكرم ازاي؟ في 10 ثواني الاهلي ووادي دجله بكره الماتش هيبقى صعب جدا. صعب جدا. طبعا جدا، لان وادي دجله ماشي دلوقتي الكيرف بتاعه فوق. والاهلي لو ما خلصش في اول 10 دقايق ربع ساعه زي الدور الاولاني كده هيتعب خلال المباراه. كابتن رضا عبد العال نجم البريمو ونجم الكره المصريه، بشكرك حبيبي يا اسلام، ربنا يخليك. عايز بس اقول لك على حاجه بس، اتفضل يا كابتن. بعز الكابتن عماد اليماني، حضرتك قلت لنا امبارح، ده راجل من الناس المحترمه اداري النادي الاهلي اللي عمرك ما كنت تسمع له صوت. ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جنات. بشكر طبعا النجم رضا عبد العال. يوم السبت ان شاء الله حلقه جديده وضيف مميز مع الكابتن محمد فاروق في البريمو. تصبحوا على خير.